البطوله وان تكون من نصيب النادي الاهلي. بينضم لنا كمان الكابتن نبيسه المدير الفني ورئيس الجهاز للانسات كره اليد. طبعا يمكن المباراه الاولى عايزين نتكلم عليها والقرعه، شايف البطوله ازاي؟ انا عارف ان في اعداد مستمر من الكابتن بيسه والكابتن ياسر ليه الفريق، لكن شايفه بعد القرعه كابتن بيسه الامور معانا هتبقى عامله ازاي؟ والله بص يا كريم، احنا جايين دلوقتي انا والكابتن ياسر من اسكندريه، احنا بقالنا 4 ايام هناك عندنا الدورتين اللي هم اللي بيكملوا الدوري جمهوريه. يعني نزلنا من اسكندريه بعد اخر ماتش النهارده، الحمد لله كسبنا 3 ماتشات الحمد لله يا رب. في دوره جايه بقى في اسماعيليه، احنا واخدين الدورات دي دوره تانية برضو، 3 ماتشات تاني هنلعب 3 ماتشات تاني، سموحه، سبورتنج، شمس. الحمد لله احنا كسبنا اللي فاتت 30 و 29 و 30 و 31، هنلعب تاني نفس الفرق دي. فاحنا واخدين الماتشات دلوقتي ان هي اعداد كويس ان شاء الله للبطوله. احنا طبعا للاسف ما تاخرنا في الماتشات بتاعتنا، فلا لحقنا نسافر اعداد ولا لحقنا نعمل اي حاجه. فاحنا يعني واخدين الماتشات ديت باذن الله، يعني ان هي يعني واخدينها في كل حاجه هتبقى حاجه كويسه لبطوله افريقيا ان شاء الله. ان هي البنات محطوطين تحت ضغط جامد جدا في كل حاجه، ماتشات قويه جدا لان هم دول احسن 4 فرق موجودين في البلد. ف يعني الحمد لله، وطبعا انت كل يوم بتلعب ماتش، فدي يعني احنا واخدين اعداد كويس لينا. بالنسبه للبطوله بقى، طبعا انا بص انا عندي امل، انا كسبت البطوله دي يوم سنه 79 وانا لعيبه وما كانش عندي امل، يعني كنت بحلم وكسبتها. فانا ده اللي بوصله للبنات ان شاء الله، ان احنا هنحاول. هي طبعا تقيله جدا، وانا عايزه الناس تعرف طبعا ان البطوله دي احنا، انت زي ما انت شايف احنا على الجدول في ليفل دي، يعني اللي هو اخر ليفل في المستوى. فده دي حاجه تزعل، يعني حاجه اوريدي مزعلاني قوي. احنا وصلنا للمستوى ده ليه؟ علشان احنا ما بنشتركش، يعني سيبك من النادي، مش النادي المسؤول، ان ما فيش حتى منتخبات، ما فيش منتخب اول. فاحنا فعلا ضيعنا في ترتيب المستويات. النهارده لما النادي الاهلي اتحط في ليفل اخر ليفل اللي هو دي، حاجه تزعل. يعني انا واحده قاعده زعلانه، بس يمكن هي دي الحقيقه، انا مش عارفه. احنا ما لعبناش من 3 سنين، كانت اخر بطوله افريقيه لعبها النادي الاهلي مع كابتن اشرف الفار متهيألي، احنا خدنا مع والله ما فاكره 7 يا 8، فالترتيب كان وحش قوي. فاحنا هنحاول، هي بطوله قويه، فرق قويه جدا، وبعدين زي ما شايف انت كده مصر حلوه فاتحه النفس للافارقه كلهم ان هم بييجوا يشتركوا، ما حدش بيعتذر خالص. يعني 10 فرق بنات ييجوا يشتركوا، دي كانت حاجه يعني انا نفسي ما كنتش متوقعها. انا كنت متوقعه ان العدد هيبقى اقل من كده. فطبعا ان 10 فرق ييجوا كل بلد بعض فرقتين، ف يعني ده بيتحط عارف المسؤوليه بتزيد. واحنا الحمد لله يعني مش هقول لك شغالين جامد قوي انا والكابتن ياسر، يعني راجل بجد تعبان جدا جدا مع الفرقه وهلكنا، بس ان شاء الله يا رب عندنا حاجه كده نفسنا نحققها نفسنا. والبنات كمان مش قادره اقول لك، يعني يعني بيحاولوا يبقى فيه ورد جامد كده، وان احنا ان شاء الله باذنك يا رب نحاول على الاقل ان احنا نوصل دور الـ4 ان شاء الله باذن الله. الله يخليك، ميرسي يا كريم.